سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله، ناداك الرحمن هاك اقرا القرآن، احكي ناداك الرحمن ايه هاك اقرا القرآن، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي جاء جاء وحي الله، احكي سيدي سيدي يا رسول الله، هلا 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 سيدي أيدي جاء وحي الله، ناداك الرحمن هاك اقرأ القرآن، ناداك الرحمن ايه هاك اقرأ القرآن، ناداك ناداك الرحمن ايه هاك اقرأ القرآن، سيدي 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 يا رسول الله، ايه سيدي سيدي جاء وحي الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله، ناداك ناداك الرحمن هاك اقرأ القرآن، احكي ايه هاك اقرأ، ناداك ناداك الرحمن، هلا هلا سيدي 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 الله، سيدي صوت الوحي حياك يا بوزجية يا بوز إيه بأشرف اسم ناداك واشرف تحية واشرف هلا صوت الوحي حياك يا بوزجية إيه بأشرف اسم ناداك واشرف تحية إيه اقرب اسم مولاك اقرب اسم مولاك تصبح نبية إيه بهالمكرومة خاصك هالمكرومة خاصك وبهالهدية وبهال إيه هاديا هاديا والهادي معناه هاديا هاديا داعية لله هاديا هاديا والهادي معناه هاديا هاديا داعيا لله يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن هلا هلا يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن سيدي 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 يا رسول الله سيدي هلا صوت 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 سيدي يا رسول الله سيدي هلا يا رسول الله ميخاليف سيدي ناداك الرحمن ايش يحكي ناداك الرحمن ايه هاك اقرا القرآن احكي ما شاء الله ايه سيدي الى خادم الحسين مولاي الى خادم الحسين ابو علي الناصري طش العرش بس مات طش العرش بس مات طش العرش بس مات كل بسمه ايه كل بسمه ايه طش العرش بس مات طش العرش بس مات كل بسمه ايه ايه جايب لك الآيات جايب لك الآيات وحي الجلالة احكي وحي ايه وتنثرت نجمات وتنثرت نجمات فوق البرايا فوق هلا 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 واندركت الغايات واندركت الغايات يا اسماء يا اسماء
ناصر ناصر والله يرعى ناصر ناصر نهج دين الله يا صوت الوجدان هاك اقرأ القرآن احجي يا صوت الوجدان هلا هلا هاك اقرأ القرآن سيد والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد حياكم الله وبياكم أحبتي مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم. بداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الليلة العظمى ألا وهي يوم المبعث النبوي الشريف ونزول الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام حين وصل إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأبلغه بهذه الكلمات وبهذه المفردات. هذه الأجواء وهذه الأحداث في تلك الأزمان بداية البعثة النبوية الشريفة إلى الأمة الإنسانية جمعا ما هي إلا حلقة وصل بين الجاهلية والنور الذي أتى به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يوقف تلك الممارسات اللا إنسانية استباحة النساء و الاستباحة الآراء واستباحة كل شيء. ويعني هناك صراحة بمفردة اليوم لا توجد أي ديمقراطية وحرية واستقلالية للإنسانية جمعا لما كانوا يمارسونه الطغاة الحكام آنذاك. عندما أتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله برسالات إلهية ممثلة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه الرسالات المحمدية أتى بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عدة قوانين أتى بها النبي الأكرم، المساواة والعدالة ما بين الناس، احترام المرأة، كذلك احترام الإنسان برمته بكل حيثياته. هناك قوانين جاء بها النبي الأكرم وزجها في أبجدية الإسلام، واليوم نشاهد هذا المشروع الذي أنشئ بمال خديجة عليها السلام وبسيف أمير المؤمنين وببرنامج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولله الحمد تم إيصاله إلى الناس جمعا. واليوم نشاهد نموذج هذا الدين الإسلامي يعني يحتذى به، والناس اليوم يحتذون بشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل يعتزون به ويفتخرون به ويحيون كل مناسبات أهل البيت عليهم السلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولعلنا نحن اليوم هنا في مدينة النجف الأشرف بين مراقد مقدسة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أبا البشرية آدم عليه أفضل الصلاة والسلام ونوح. هنا نقف بين ثلاثة عظماء على مر التاريخ عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونرى اليوم الناس يتوافدون إلى هذا المكان وهم يحيون هذه البعثة النبوية، يجددون العهد والولاء ويقدسون هذه المناسك العبادية. لربما تحيا هذه الأيام وهذه الليلة العظمى منذ بداية شهر رجب. يعني نعرف جيدا أن شهر رجب الأصب هو يعني دائما ما يعني يكون فيه الكثير من المناسبات الدينية التي تحييها الأمة الإسلامية من مناسك عبادية وصلوات يحيوها المؤمنون في كل المراقد المقدسة. نرى في هذه الأيام الكثير من المؤمنون يذهبون إلى مكة المكرمة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للعمرتين بين رجب وشعبان، هذه المناسك التي تختص في رجب لعظمته. واليوم نحن في مناسبة عظيمة ألا وهي يوم المبعث النبوي الشريف، سوف تكون الزيارة ذروتها إن شاء الله يوم غد. وهذه الليلة إضافة يرافق هذه الزيارة يعني أعراف وتقاليد اعتاد عليها العراقيون، ألا وهي زيارة مقبرة وادي السلام. يمكثون ليلتهم هذه عند ذويهم عند أحبتهم إلى الشهداء. هذه الأجواء وهذه المظاهر التي تتزامن مع زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التي يحيونها عند من؟ عند ابن عمه وخليفته من بعده أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا الناس يعني يحيون هذه المناسك المبعث النبوي
عند أبي البشرية وعند منقذ البشرية، أبي البشرية آدم عليه السلام ومنقذ البشرية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لربما نرى معادلة من بدايتها إلى نهايتها، من آدم عليه السلام إلى منقذ هذه البشرية إلى يوم القيامة إن شاء الله. تكون هذه الجموع المؤمنة هي في ظل محمد وآل محمد، في ظل هذه المحبة وهذه المودة وهذه القدسية وهذا الانتماء الذي لربما نشاهده يعني دائما في كل مناسبات أهل البيت عليهم السلام، في السراء والضراء، في الأحاديث والأقاويل الشريفة التي تتحدث في إحياء هذه المناسبات. شيعتنا كونوا زينا لنا. واليوم نشاهد ترجمة هذه الأحاديث بين ربوع المؤمنين وبين أيديهم عندما ترفع ويقدسون ويحيون هذه المناسبات العظيمة. واليوم نشاهد أحبتي المشاهدين من خلال قناة الفرات الفضائية تتزامن دائما ما نرافق يعني هذه يعني الأسرة التي دائما ما تحيي المناسبات العظيمة لمحمد وآل محمد. واليوم هنا يعني بالأمس كنا في بغداد ويحيون ليلة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، واليوم يعني أيام متتالية ونحن اليوم نصل وإياكم والأخوة الذين دائما ما يعملون جاهدين في إنجاح هذه التغطيات الدينية وصولا إلى مدينة النجف الأشرف وهم يحيون ويقدسون وهذه المناسك وصولا إلى المبعث النبوي. كانوا دائما حريصين الأخوة في استوديو يعني في قناة الفرات الفضائية دائما ما يكونون حريصون على تغطية هذه البرامج الدينية على هذه المناسبات وعلى هذه الانتماءات المحمدية. واقعا كما نشاهد أنا وإياكم هذه التغطيات وهذه المناسبات الدينية تصل وإياكم، إضافة إلى أخوتي من الديوانية الذين يرافقونني في هذه التغطية المباشرة، وسنكون وإياكم على مدار ساعتين ننقل لكم هذه الجموع المؤمنة وهي تحيي هذه المناسبة العظيمة. وهذه عودة إلى أخوتي الأفاضل في استوديو البث المباشر. سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله ناداك الرحمن، هاك اقرأ القرآن احكي ناداك الرحمن، ايه هاك اقرأ القرآن، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي جاء وحي الله احكي، سيدي سيدي يا رسول الله، هلا 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 سيدي أيدي جاء وحي الله ناداك الرحمن، هاك اقرأ القرآن ناداك الرحمن، إيه هاك اقرأ القرآن ناداك الرحمن، إيه هاك اقرأ القرآن، سيدي 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 يا رسول الله، إيه سيدي سيدي جاء وحي الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي ناداك ناداك الرحمن، هاك اقرأ القرآن احكي، ايه 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 هاك اقرأ ناداك ناداك الرحمن، هلا هلا سيدي 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 الله، سيدي صوت الوحي حياك يا بوزجية يا بوز، اي بأشرف اسم ناداك واشرف تحية واشرف، هلا صوت الوحي حياك يا بوزجية، اي بأشرف اسم ناداك واشرف تحية، ايه اقرب اسم مولاك اقرب اسم مولاك تصبح نبية، ايه
بهالمكرومة خاصك، هالمكرومة خاصك وبهالهدية وبهال إيه هاديا هاديا والهادي معناه هاديا هاديا داعية لله هاديا هاديا والهادي معناه هاديا هاديا داعيا لله يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن هلا هلا يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن سيدي 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 يا رسول الله إيه هلا صوت 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 سيدي يا رسول الله سيدي هلا يا رسول الله ميخاليف سيدي ناداك الرحمن ايش تحكي ناداك الرحمن ايه هاك اقرا القران احكي ما شاء الله ايه سيدي الى خادم الحسين مولاي الى خادم الحسين ابو علي الناصري طش العرش بس مات طش العرش بس مات طش العرش بس مات كل بسمة آية كل بسمة آية ايه طش العرش بس مات طش العرش بس مات كل بسمة آية ايه جايب لك الآيات جايب لك الآيات وحي الجلالة احكي وحي ايه وتنذرت نجمات وتنذرت نجمات فوق البرايا فوق هلا 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 واندركت الغايات واندركت الغايات يا اسماء آية يا اسماء إيه ناصر ناصر والله يرعى ناصر ناصر نهج دين الله يا صوت الوجدان هاك اقرأ القرآن احكي يا صوت الوجدان هلا هلا هاك اقرأ القرآن سيدي 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 يا رسول الله هلا هلا سيدي سيدي احكي سيدي 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 ايه سيدي سيدي شعت قمر ونجوم شعت قمر ونجوم هبت جماله هبت ايه غص النبوة اليوم بصن النبوة اليوم ورد الرسالة ورد الرسالة ايه شعت قمر ونجوم شعت قمر ونجوم هبت جماله احكي هبت ايه غصن النبوة اليوم غصن النبوة اليوم ورد رسالة ورد رسالة ايه وضحى العشق مرسوم ضحى العشق مرسوم عني بواله عني اي لما انصدر مرسوم لما انصدر مرسوم من الجلالة من الجلالة اي هاتفا هاتفا في شذا نجوى هاتفا هاتفا يا امين الله فرحة كل انسان هاك اقرأ القرآن فرحة كل انسان هاك اقرأ القرآن دي سيدي يا رسول الله سيدي سيدي يا رسول الله سيدي 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 يا رسول الله سيدي 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 يا
رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أحبتي المشاهدين، نلتقيكم في هذه التغطية المباشرة عبر الفرات الفضائية والتي نتواجد من خلالها بجوار سيدي ومولاي أزد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يتوافد ملايين المؤمنين والموالين من مختلف المحافظات العراقية ومختلف المدن العربية والإسلامية إلى النجف الأشرف لإحياء يوم المبعث النبوي الشريف، إذ يمثل هذا اليوم هو ذكرى رسالة خالدة ومولد للنور والرحمة الإلهية والهداية الكبرى. فالمبعث النبوي الشريف هو يوم بعثة النور ويوم مولد الرسالة والقرآن الكريم وانطلاق الحضارة الإسلامية، إذ يمثل هذا اليوم هو عيد ليس للأمة الإسلامية فقط بل للأمة الإنسانية والبشرية جمعاء. نتقدم بهذه المناسبة، مناسبة يوم المبعث النبوي الشريف، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الأمر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولمراجعنا العظام وللأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء. إذ يمثل هذا اليوم هو بداية المشروع الإصلاحي السماوي الشامل ونقطة انطلاقته. أيضا هذا اليوم هو يكشف حجم المهمة وحجم الجهد الذي بذله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور وتكون خير أمة للناس. طبعا هذا اليوم هو يوم مبارك يحتفي به المؤمنون ويحييه المؤمنون من مختلف المحافظات العراقية. السنة الماضية دخل النجف أكثر من 2 مليون زائر من مختلف بقاع العالم ليحيوا هذه المناسبة يوم المبعث النبوي الشريف. أيضا توزع الحلوى وتنتشر الزينة في مختلف شوارع النجف الأشرف وقرب ضريح سيدي ومولاي أمير المؤمنين. نعم أحبتي المشاهدين، مستمرين بهذه التغطية المباشرة عبر الفرات الفضائية، وأيضا هذه انتقالة وعودة إلى استوديو البث المباشر. سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله ناداك الرحمن، هاك اقرا القرآن احكي ناداك الرحمن، ايه هاك اقرا القرآن، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي جاء وحي الله احجي، سيدي سيدي يا رسول الله، هلا 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 سيدي ايدي جاء وحي الله ناداك الرحمن، هاك اقرا القرآن ناداك الرحمن، ايه هاك اقرا القرآن ناداك الرحمن، ايه هاك اقرا القرآن، سيدي 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 يا رسول الله، ايه سيدي سيدي جاء وحي الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله ناداك ناداك الرحمن، هاك اقرا القرآن احكي، ايه هاك اقرا ناداك ناداك الرحمن، هلا هلا سيدي 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 الله، سيدي صوت الوحي حياك يا بوزجية يا بوز، اي بأشرف اسم ناداك واشرف تحية واشرف،
هلا صوت الوحي حياك يا ابو الزكية اي باشرف اسم ناداك واشرف تحية اي اقرب اسم مولاك اقرب اسم مولاك تصبح نبية اي بهالمكرومة خاصك هالمكرومة خاصك وبهالهدية هاديا هاديا والهادي معناه هاديا هاديا داعية لله هاديا هاديا والهادي معناه هاديا هاديا داعيا لله يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن هلا هلا يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن سيدي سيدي يا رسول الله عيسى هلا صوت 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 سيدي يا رسول الله هلا يا رسول ميخاليف سيدي ناداك الرحمن ايش يحكي ناداك الرحمن ايه هات اقرا القران احكي ما شاء الله ايه سيدي الى خادم الحسين مولاي الى خادم الحسين ابو علي الناصري طش العرش بس مات طش العرش بس مات طش العرش بس مات كل بسمة آية كل بسمة اي طش العرش بس مات طش العرش بس مات كل بسمة آية جايب لك الآيات جايب لك الآيات وحي الجلالة احكي وحي وتنثرت نجمات وتنثرت نجمات فوق البرايا فوق هلا 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 واندركت الغايات واندركت الغايات يا اسماء يا يا اسماء ناصر ناصر والله يرعى ناصر ناصر نهج دين الله يا صوت الوجدان هاك اقرأ القرآن احكي يا صوت الوجدان هلا هلا هاك اقرأ القرآن سيدي سيدي يا رسول الله هلا هلا سيدي سيدي احكي سيدي 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 شعت قمر ونجوم شعت قمر ونجوم هبت جماله هبت غص النبوة اليوم بصن النبوة اليوم ورد الرسالة ورد الرسالة شعت قمر ونجوم شعت قمر ونجوم هبت جماله احكي هبت غصن النبوة اليوم غصن النبوة اليوم ورد رسالة ورد رسالة وضحى العشق مرسوم ضحى العشق مرسوم عن النبي وآله عن النبي لما انصدر مرسوم لما انصدر مرسوم من الجلالة من الجلالة هاتفا هاتفا في شذا نجوى هاتفا هاتفا يا أمين الله فرحة كل إنسان هاك اقرأ القرآن فرحة كل إنسان هاك اقرأ القرآن
سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله. المشاهدين الكرام، ونحن ننقل لكم هذه الزيارة المليونية من مدينة النجف الأشرف قرب العتبة العلوية المقدسة، مرقد سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن ننقل لكم هذه الجمعة المؤمنة وهي تهنئ الإمام أمير المؤمنين بيوم المبعث النبوي الشريف. زوارنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتكم من وين جايين؟ من العمارة جايين. كل الهلا بجنوب العراق وبكل المحافظات العراقية. اليوم هذا اليوم العظيم شنو يمثل لكم اليوم أتباع أهل البيت عليهم السلام؟ اليوم يمثلنا هو المبعث النبوي الشريف. نعم. هو أول يوم اللي بتنصب به نبينا صلى الله عليه وسلم بالبعثة النبوية. سنتي. واليوم إحنا نهني بهذا اليوم المبارك. نعم. ونجي هنا لأن الأمير المؤمنين هو أخ رسول الله. سنتي. من كنتم مولاه فهذا علي مولاه. اليوم اليوم للإمام كأنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي اليوم هو نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم نعم، هو نفس، لأن هو أخي رسول الله ولي رسول الله. نعم. يعني أنت بالزيارة أكيد عندك فد أمنية، عندك في اليوم فد حاجة عند أمير المؤمنين عليه السلام، فشنو اللي اليوم اللي تدعي اليوم في ظل هذه الزيارة؟ والله هو دعائنا وين من الله سبحانه على عز وجل أن يوفق الإسلام والمسلمين، يرفع راية الإسلام والمسلمين، يوحد المسلمين. نعم. يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. حياكم الله خير. شكرا. الله يسعدك. شبابنا الأعزاء تفضلوا تفضلوا عيوني، حياكم الله، مبارك لكم هذه المناسبة العظيمة لنا ولكم الجميع. من وين جايين حضرتكم؟ بصرة إن شاء الله. كل الهلا بأهل البصرة. اليوم مشاركتكم، أصريتوا أن تزورون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المناسبة، شو تمثل لكم هذه المناسبة العظيمة؟ بالبداية نهني العالم الإسلامي، تمثل لنا هاي أول شيء هي العقيدة، الثبات على العقيدة، ونجدد عهد الأمير المؤمنين عليه السلام. شكرا جزيلا لكم. شكرا. ممنونين، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. زوارنا الأعزاء تفضل، أهلا وسهلا بكم. مثل ما يعني تشاهدون أحبتي المشاهدين في ظل هذه التغطية المباشرة، الزوار من كل مكان يتوافدون إلى العتبة العلوية المقدسة. السلام عليكم حجينا العزيز. الله يسلمك. من وين جايين؟ من السويد. حياكم الله وأهلا وسهلا. الله يحفظكم إن شاء الله. زيارتك مخصوصة في ظل هذا اليوم، تحيي هذا اليوم المبارك. والله هي فرحة. نعم. قد ما تكون أنه تجمع الفرحتين ما بين أنه تجي إلى ربوع الوطن بعد فج عميق بعد مدة طويلة، وتناسب هذا اليوم يوم الفرحة يوم مبعث النبوي صلى يعني الله عليه وسلم. أسأل شعورك. نعم. وأنت خارج الوطن وشاهد عبر الشاشات. نعم. هذه المناسبات العظيمة. نعم. لأهل البيت عليهم السلام. نعم. من يعني من تعزيات من أفراح، شو إحساسك وأنت في الغربة؟ في الغربة الحمد لله رب العالمين، من خلال الأغنية الفضائية والدينية بخصوص. نعم. أنا من 40 سنة تقريبا في السويد، وأول حسينية في السويد باسم الغريب الغرباء الإمام الرضا سلام الله عليه. نقيم الشعائر، نقيم التعزية، والحمد لله رب العالمين، والتواصل مع المرجعية في نفس الوقت. ولكن عندما تأتي إلى هنا وتحييها على صورتها، نعم لها طبعا خاص، لها طعم خاص، الواقع يختلف. لا جدا، ترى الوجوه النيرة، ترى شيعة أمير المؤمنين، الفرحة صير فرحتين أكثر فأكثر. وهذا كان أنا حاب أنه تكون رسالة. نعم. ولكن يعني باللغة السويدية إلى الأمة الإسلامية جمعاء، إلى حتى الخارج المسلمين، أن تكون رسالة من يعني من قرب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى العالم أجمع. الرسالة المحمدية ما هي أحق، هذه الرسالة الحقيقية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى الأمة الإنسانية جمعاء. نعم طبعا، رسالتي هي إلى أول شيء باللغة السويدية، بسم الله الرحمن الرحيم. يوغ
هاري علي امام علي بلاتسن اوك يا ار هار بيجروند اوف شوغي خوندي بروفيت محمد صلى الله عليه واله اند سوميا يا في سيام ات كوم او كولا كومو سيا شيعه امير المؤمنين هار هيرمان فوكلارا فوكلارا ده هار داغانا Det finns någonting i hjärtat när ni vi kommer och då säger man att hur vad jag säger det är för lite. Kom till Imam Sali platsen. جزاكم الله خير. الله يحفظكم ان شاء الله. ممنونين حياكم الله. اهلا وسهلا بك عمي حياكم الله. حبيبي اللهم صل على محمد وال محمد. من وين جاي حضرتك؟ والله من الخطيب للمملكه العربيه السعوديه. الخطيب الحمد لله. نعم تفضل امام الكاميرا نعم نعم يا حياكم الله خير انا اسلمك وياك. الله يحييك. اليوم تحيي هذه المناسبة نعم نحيي هذه المناسبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ونهنيهم لأمة سلام الله عليهم أهل البيت والأمة الإسلامية إن شاء الله أنا ما أعرف يعني أتساءل حول المناسبات الدينية في القطيف نعم. يعني كيف تكون مظاهرها داخل تحيي هذه الأيام كلها إن شاء الله إلى موالد الأئمة والشعبانية والإمام العباس أربعة من شعبان إن شاء الله بنروح والحسين بنروح كربلاء ان شاء الله باذن الله والسلام ان شاء الله حياكم الله تفضل يا غالي تفضل 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 يا غالي نشكركم على لنا هذه الفرصه حياكم الله السلام عليكم السلام حياك الله بارك لك هذه وانا كذلك ابارك للنبي الاكرم ذكرى المبعث الشريف وابارك لاهل بيته الطيبين الطاهرين وابارك كذلك للامه الاسلاميه والى جميع المراجع العظام والعلماء وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير الحمد لله رب العالمين الله كتب لنا هذه السنة نكون بجوار أمير المؤمنين وإحنا جايين زوار من القطيف من المملكة العربية السعودية والحمد لله وكل عام وأنتم بخير وهنيكم إن شاء الله شكرا جزيلا لكم يعني كما تشاهدون سادتي المشاهدين الأفاضل في هذه المناسبة العظيمة ليلة المبعث النبوي الشريف الناس هنا يتوافدون ويحيونها بكل حيثياتها بكل حبهم وانتمائهم إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبتجديد عهدهم وولائهم إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام سوف نكون إن شاء الله مستمرين معكم أحبتي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة والتي تأتيكم من هذه العدسة المحمدية قناة الفرات الفضائية التي تشاهدونها في كل مكان ونحن نحيي لكم هذه التغطية الدينية ابقوا معي أحبتي المشاهدين ولنا عودة إن شاء الله سيدي 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 يا رسول الله سيدي سيدي جاء وحي الله ناداك الرحمن هاك اقرا القرآن احكي ناداك الرحمن ايه هاك اقرا القرآن سيدي سيدي يا رسول الله سيدي جاء وحي الله احكي سيدي سيدي يا رسول الله هلا 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 سيدي ايدي جاء وحي الله ناداك الرحمن هاك اقرا القرآن ناداك الرحمن ايه هاك اقرا القرآن ناداك الرحمن ايه هاك اقرا القرآن سيدي 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 يا رسول الله ايه سيدي سيدي جاء وحي الله سيدي 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 يا رسول الله سيدي سيدي جاء وحي ناداك ناداك الرحمن هاك اقرا القرآن احكي ايه هاك اقرا ناداك ناداك الرحمن هلا هلا سيدي 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 الله سيدي صوت الوحي حياك يا بوزجية يا بوز إيه بأشرف اسم ناداك واشرف تحية واشرف
هلا صوت الوحي حياك يا ابو الزكية اي باشرف اسم ناداك واشرف تحية اي اقرب اسم مولاك اقرب اسم مولاك تصبح نبية اي بهالمكرومة خاصك هالمكرومة خاصك وبهالهدية نعم أحبتي المشاهدين تحية طيبة مرة أخرى لكم نتواصل معكم بهذه التغطية المباشرة عبر قناة الفرات الفضائية والتي نتواجد فيها في النجف الأشرف قرب ضريح سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث يحيي هذه الليلة المؤمنون مناسبة يوم المبعث النبوي الشريف عيد المبعث النبوي الذي بعث فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لهداية الناس وهو بداية الإعلان الإلهي للبلوغ الإنسان مرحلة الرشد والنضج. أيضا يشارك معي هنا في هذه التغطية أحبتنا وأخوتنا من دولة البحرين جاءوا هنا ليحيوا هذه الليلة المباركة يوم المبعث النبوي الشريف. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم بالنجف الأشرف. يوم شلون تشوفون الأجواء النجف الأشرف؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا نبارك للأمة الإسلامية هذه الذكرى العظيمة ذكرى مبعث النبوي الشريف صلى الله عليه وآله. اليوم الأجواء في النجف الأشرف ما شاء الله الزوار ممتلئ الصحن الشريف ممتلئ دخلنا الصحن وكان ممتلئ والأجواء جدا يعني تدل على الفرح على هذه المناسبة إحياء هذه المناسبة الشريفة. سمعنا أنه عندكم مشاركة طبعا بهذه المناسبة الشريفة نحب بيتين أو أبوذية إلى المولد النبوي بما أننا في عند أمير المؤمنين نقول له أبوذية. قبل المشاركة أنتم هذه الزيارة كم لسيدي ومولاي أمير المؤمنين يعني جايين قبل؟ جايين قبل هواية قبل هواية. شلون تشوفون النجف في كل مرة تجوها؟ طبعا فقط وجود أمير المؤمنين هذا يكفي يعني أكيد. فقط وجود أمير لا ما نقدر بعد نضيف أكثر يعني خلينا نسمع مشاركتكم. بآل محمد بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول علي الذر الذهب علي الذر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إن جد الضراب صلوات اللهم صل. أيضا نلتقي بأحد الموالين المؤمنين أيضا من دولة البحرين. أهلا وسهلا. اليوم شلون نشوف الأجواء النجف الأشرف؟ الأجواء النجف والله متحرجني هرجك زين. اليوم أنتم زيارتكم كم للنجف الأشرف؟ أنتم من دولة والله هذه توفقنا تقريبا هاي رابع مرة. رابع مرة. شلون نشوف الأجواء دائما بالنجف الأشرف؟ والله كل ما جليها قاعدة تزيد الناس وعندها حضور كثير يعني ما شاء الله. يوم النبوي الشريف شلون شفت الأجواء؟ أجواء حلوة مقبولة الزيارة إن شاء الله. ما شاء الله. أيضاً الله يحفظكم إن شاء الله. بأحد عبود تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أيضاً من دولة البحرين. أي نعم. شلون شفت الأجواء؟
والله جاء رائع صراحة. احنا جايين من زيارة إمام الكاظم وجايين من كربلاء، نختمها في النجف عند أمير المؤمنين، موفقين نسأل الله القبول. يعني النجف مثل ما قال أخونا كفاية، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مولود، كفاية ما تحتاج إلى الكوفة ولا تحتاج، خلاص موفقين ومقبولة الزيارة وسفرة سعيدة. شكرا جزيلا. هذه هي الأجواء هنا في مدينة النجف الأشرف قرب ضريح سيدي ومولاي، إذ تنتشر لافتات البهجة والسرور بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف. نعم متواصلون أحبتي المشاهدين بهذه التغطية المباشرة عبر الفرات الفضائية، وهذه عودة وانتقالة إلى استوديو البث المباشر. سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله، ناداك الرحمن هاك اقرأ القرآن، احكي ناداك الرحمن إيه هاك اقرأ القرآن، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي جاء جاء وحي الله، احكي سيدي سيدي يا رسول الله، هلا 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 سيدي أيدي جاء وحي الله، ناداك الرحمن هاك اقرأ القرآن، ناداك الرحمن إيه هاك اقرأ القرآن، ناداك ناداك الرحمن إيه هاك اقرأ القرآن، سيدي 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 يا رسول الله، إيه سيدي سيدي جاء وحي الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله، ناداك ناداك الرحمن هاك اقرأ القرآن، احكي ايه ايه هاك اقرأ، ناداك ناداك الرحمن، هلا هلا سيدي 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 الله، سيدي صوت الوحي حياك يا ابو الزكية، يا ابو الزكية ايه باشرف اسم ناداك واشرف تحية، واشرف هلا صوت الوحي حياك يا ابو الزكية، ايه باشرف اسم ناداك واشرف تحية، ايه اقرب اسم مولاك، اقرب اسم مولاك تصبح نبية، ايه بهالمكرومة خاصك، هالمكرومة خاصك وبهالهدية، وبهال ايه هاديا هاديا والهادي معناه، هاديا هاديا داعية لله، هاديا هاديا والهادي معناه، هاديا هاديا داعيا لله، يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن، هلا هلا يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن، سيدي 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 يا رسول الله، ايه سيدي هلا صوت صوت صوت، سيدي يا رسول الله، سيدي هلا يا رسول الله ميخالف، سيدي ناداك الرحمن ايش يحكي، ناداك الرحمن ايه هاك اقرأ القرآن، احكي ما شاء الله، ايه سيدي الى خادم الحسين مولاي، الى خادم الحسين ابو علي الناصري، طش العرش بس مات، طش العرش بس مات، طش العرش بس مات، كل بسمه ايه، كل بسمه
طش العرش بسمات، طش العرش بسمات، كل بسمة آية. جايب لك الآيات، جايب لك الآيات، وحي الجلالة احكي وحي. وتنثرت نجمات، وتنثرت نجمات فوق البرايا، فوق ال هلا هلا هلا. واندركت الغايات، واندركت الغايات، يا اسماء يا يا اسماء. ناصر ناصر والله يرعى، ناصر ناصر نهج دين الله، يا صوت الوجدان هاك اقرا القران احكي، يا صوت الوجدان هلا هلا هاك اقرا القران. سيدي سيدي يا رسول الله، هلا هلا. سيدي سيدي احكي، سيدي 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 سيدي. شعت قمر ونجوم، شعت قمر ونجوم، هبت جماله هبت. غص النبوة اليوم، غص النبوة اليوم، ورد الرسالة ورد الرسالة. شعت قمر ونجوم، شعت قمر ونجوم، هبت جماله احكي هبت. غصن النبوة اليوم، غصن النبوة اليوم، ورد رسالة ورد رسالة. وضحى العشق مرسوم، ضحى العشق مرسوم، عن النبي وآله عن النبي. لما انصدر مرسوم، لما انصدر مرسوم، من الجلالة من الجلالة. هاتفا هاتفا في شذا نجوى، هاتفا هاتفا يا امين الله، فرحة كل انسان هاك اقرا القران. فرحة كل انسان هاك اقرا القران. دي سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، يا رحمة الله الواسعة. هذه التغطية المباشرة ننقل لكم أيها الأحبة المشاهدون من أين ما تتابعون قناة الفرات الفضائية، ونحن ننقل لكم هذه الليلة العظيمة، ليلة المبعث النبوي الشريف، من مدينة النجف الأشرف، من قرب خليفة الله ورسوله أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وننقل لكم المؤمنون الذين يتوافدون هنا ويهنئون المولى أمير المؤمنين بيوم المبعث النبوي الشريف. حياكم الله زوارنا، تفضلوا تفضلوا، حياكم الله، تفضل غات. السلام عليكم. من وين جايين؟ أنا من الأهواز. اليوم اجيتوا؟ لا امس اجينا. شلون هالاجواء في ظل مناسبه المبعث النبوي؟ الحمد لله، الف الحمد لله والشكر، هي زياره الامير المؤمنين سلام الله عليه، الحمد لله. يعني في الاهواز كيف هي الاجواء المناسبات؟ ربما اليوم الله سبحانه وتعالى وفقكم انه توصلون لهذا المكان، لكن يعني في الاعوام السابقه اللي ما وصلتوا في ظل هذه المناسبه، شلون كانت اجواء ليلة المبعث النبوي الشريف في الأهواز؟
موفقين ان شاء الله. حياكم الله شباب. من وين جايين اذا كريم؟ من وين؟ من واسط. حياكم الله. اليوم جيتوا؟ اليوم ان شاء الله. شلون نشوف الاجواء؟ اجواء خير من الله، الخطه الامنيه خير من الله، القوات الامنيه متواجده بكل مكان. الاجواء اليوم دعواتكم، دعواتكم يعني امنياتكم للعراق، امنياتكم للامه الاسلاميه. الحج الشعبي والقوات الامنيه ومن الامن والخير والسلام على العراق. عاشت ايدك، يحفظ شبابكم ان شاء الله. تفضلوا غات، تفضلوا تفضلوا. يعني مثل ما تشاهدون، السلام عليكم. من وين جاي؟ من الموصل يا عمري. كل الهلا يا بعد روحي. شلون جيت من الموصل؟ تعال هنا يا متعال تحت. شلون هالموصل؟ والله تزف النصر ومشتاق اشوفتكم والله. الله يحفظكم. والله نتمنى. شلون هالاجواء اليوم تشوفونها هنا؟ والله اجواء حلوه وما شاء الله تزف ناسها واهلها، واجواء ما شاء الله مباركه وزياره حلوه. هذه الصوره يعني في الموصل حدباء، امن وامان يا رب تكون عليه. امان وفول ان شاء الله واستقرار واحسن من قبل. بزود يعني القوات الامنيه والعشر اكيد يعني ندعو يعني جميع اطياف الالوان الطيف العراقي ان يزورون مدينه النجف الاشرف ويحتفون بهذه المناسبات الدينيه. والله انا ادعي جميع الامه الدينيه وخاصه يعني اهل الموصل، يعني اتمنى يجون يزورون هاي المكانات ويتعرفون على ديانته ومراقده، ويصير مثل ما يقول تعارف اكثر، وصوره مثل ما ماخذين هم اكو بعض ناس ماخذه صوره يعني عن الجنوب وعن خلينا نقول يعني بدون مسميات. نعم. نعم. صورة غير صحيحة، بس خلي يجون يشوفون، يشوفون الديانة، يشوفون الناس، يشوفون شلون يعني من يسمع بيك من الموصل مديخ يشيلك من القاع يخليك على راسه. واحنا نتمنى هذا الشيء، ونتمنى هم يجونا واحنا نجيهم ويصير تواصل بيناتنا. يعني نتمنى للجميع ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. موفقين. يعني هي رسالة من رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هي المساواة والعدالة ما بين الناس، وأن تعيش الكل على مسافة واحدة بغض النظر عن قومياتهم ولغاتهم وأديانهم، الكل يعيش يعني في ظل إنسانية واحدة. هذا ما دعا إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى كل الأديان، إلى كل القوميات، تعالوا لنكون تحت مسمى الإنسانية. أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام دائما أيضا ما كان يعني يرسل هذه الأحاديث وهذه الرسائل المهمة إلى الناس جمعا. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه أبجدية محمد وآل محمد، هذه الرسالات الحقيقية التي أتى بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من قبل الله عز وجل، يوم وصل إليه جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له اقرأ. القراءة هي القراءة الإنسانية، القراءة هي المساواة والتعايش السلمي ما بين الناس، هي حقيقة الدين الإسلامي ويعني وقوانينه التي زج بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الناس جمعاء. ولذلك نرى اليوم يعني الناس هم يجسدون هذه الأحاديث الشريفة وهذه المنهجية التي أتى بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. السلام عليكم. اليوم يعني نشاهد الكثير من يعني حتى من يعني من حضرتكم. السلام عليكم. سلام عليكم. انا ايراني لا اتكلم عربي. ان شاء الله كلكم زوار امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. نشوف يعني صراحه ما شاهدنا في ظل هذه الزياره الكثير من الجاليات، سواء تكون عربيه او هم عراقيون يتواجدون في يعني في المهجر، ونرى الخليج الذين يعني يصلون الى هذا المكان، الى هذا البقعة الطاهرة، ويحيون هذه المناسبة العظيمة. نرى الكل هنا على قدم وساق، سواء كان من العتبة العلوية المقدسة او من الزائرين الذين يتوافدون هنا ويحيون هذه المبعث النبوي الشريف. هنا يمكثون الليلة ثم يذهبون الى هذا الاتجاه، الى مقبرة وادي السلام لزيارة احبتهم وذويهم. ربما تكون هذه الصورة تقريبا الى حد هذه اللحظة. نرى الكثافة تزداد الى حد الصباح، يعني لو تكون الصورة في جانب وادي السلام لترى صورة يعني الزائرين الذين يتواجدون في مقبرة وادي السلام يبيتون هذه الليلة، وزحمة كبيرة في ذلك المكان. وهنا كذلك الصورة أيضا يعني في ظل يعني في قادم الساعات سنشاهد أعداد كبيرة هائلة تصل إلى النجف الأشرف لتحيي اليوم ويوم غد إن شاء الله. يعني قبل قليل اتصلنا بالسيطرات الخارجية لمحافظة النجف الأشرف، يعني الأخبار التي ترد وتصل إلينا كثير من المركبات والزائرين
الذين يتوافدون إلى مدينة النجف الأشرف، يعني أضعاف هذه الأعداد، ويعني في الأعوام السابقة عندما تنتهي هذه الزيارة بسلامة وأمن على كل الزائرين الكرام، يعني ترتفع هذه الأعداد إلى مليون ومليونين، إلى أكثر من هذه الأرقام لعظمة هذه الزيارة ومكانتها الدينية لدى المسلمين. لذلك نشاهد ربما الصورة تختلف من وقت إلى آخر، وكلما تقدمنا في الوقت نشاهد الزائرين أكثر وأكثر من هذه الصورة. لذلك إن شاء الله سنكون وإياكم في يعني على مدار هذه الساعة القادمة وصولا إلى الساعة 11، يعني كما يعني الذين وضعوا الأخوة العم أبو آلاء الذي وضع هذا الوقت إن شاء الله حريص أن يجسد ويغطي هذه الزيارة المليونية إن شاء الله. وهذه عودة إلى أخوتي الأفاضل في استوديو البث المباشر. سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله ناداك الرحمن، هاك اقرأ القرآن احكي ناداك الرحمن، ايه هاك اقرأ القرآن، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي جاء وحي الله احكي، سيدي سيدي يا رسول الله، هلا 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 سيدي أيدي، جاء وحي الله ناداك الرحمن، هاك اقرأ القرآن ناداك الرحمن، ايه هاك اقرأ القرآن ناداك الرحمن، ايه هاك اقرأ القرآن، سيدي 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 يا رسول الله، ايه سيدي سيدي جاء وحي الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله ناداك الرحمن، هاك اقرأ القرآن احكي، ايه ايه هاك اقرأ ناداك الرحمن، هلا هلا سيدي 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 الله، سيدي صوت الوحي حياك يا ابو الزكية، يا ابو الزكية ايه باشرف اسم ناداك واشرف تحية، واشرف هلا صوت الوحي حياك يا ابو الزكية، اي باشرف اسم ناداك واشرف تحية، ايه اقرب اسم مولاك، اقرب اسم مولاك تصبح نبية، ايه هالمكرومة خاصك، هالمكرومة خاصك وبهالهدية، وبهالهدية ايه هاديا هاديا والهادي معناه، هاديا هاديا داعية لله، هاديا هاديا والهادي معناه، هاديا هاديا داعيا لله، يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن، هلا هلا يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن، سيدي 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 يا رسول الله، ايه سيدي هلا صوت 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 سيدي يا رسول الله، سيدي هلا يا رسول الله ميخاليف، سيدي ناداك الرحمن ايش يحكي، ناداك الرحمن ايه هاك اقرأ القرآن احكي، ما شاء الله ايه سيدي الى خادم الحسين مولاي، الى خادم الحسين
أبو علي الناصري. طش العرش بس مات، طش العرش بس مات، طش العرش بس مات، كل بسمة آية، كل بسمة آية. طش العرش بس مات، طش العرش بس مات، كل بسمة آية. جايب لك الآيات، جايب لك الآيات، وحي الجلالة احكي وحي وتنثرت نجمات، وتنثرت نجمات فوق البرايا، فوق هلا هلا هلا. واندركت الغايات، واندركت الغايات، يا أسماء آية، يا أسماء ناصر، ناصر والله يرعى، ناصر ناصر نهج دين الله، يا صوت الوجدان هاك اقرأ القرآن احكي، يا صوت الوجدان هلا هلا هاك اقرأ القرآن. سيدي سيدي يا رسول الله، هلا هلا. سيدي سيدي احكي، سيدي 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 سيدي. شعت قمر ونجوم، شعت قمر ونجوم، هبت جماله، هبت غص النبوة اليوم، بصن النبوة اليوم، ورد الرسالة، ورد الرسالة. شعت قمر ونجوم، شعت قمر ونجوم، هبت جماله، احكي هبت. غصن النبوة اليوم، غصن النبوة اليوم، ورد رسالة، ورد رسالة. وضحى العشق مرسوم، ضحى العشق مرسوم، عن النبي وآله، عن النبي. لما انصدر مرسوم، لما انصدر مرسوم، من الجلالة، من الجلالة. هاتفا هاتفا في شذا نجوى، هاتفا هاتفا يا أمين الله، فرحة كل إنسان هاك اقرأ القرآن، فرحة كل إنسان هاك اقرأ القرآن. دي سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله. المشاهدين متواصلين معكم بهذه التغطية المباشرة عبر الفرات الفضائية بمناسبة يوم المبعث النبوي الشريف، عيد المبعث النبوي الشريف، العيد الذي بعث فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لمبعوثا من الرسالة الإلهية لهداية الناس. وبالتالي اليوم الناس والمؤمنين ومن مختلف المحافظات العراقية والمدن العربية والإسلامية يحيون هذا اليوم بالبهجة والسرور وتوزيع الحلوى. أيضا ينضم معي سماحة السيد، السلام عليكم. سماحة السيد، اليوم نشوف أكو حرص من قبل المؤمنين الموالين لزيارة السيد ومولاي أمير المؤمنين وأحياء هذه الليلة، ليلة المبعث النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نهنئ مولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وجميع المؤمنين والمسلمين بهذه المناسبة العظيمة الشريفة، على ذلك هو يوم المبعث، يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله نبيا ورحمة للعالمين. طبعا في هذه المناسبة زيارة خاصة لأمير المؤمنين عليه السلام باعتباره هو أخي رسول الله وصي رسول الله،
ولهذا تشوف العالم والناس المتوجهين إلى زيارة أمير المؤمنين في هذه الليلة وفي يوم المبعث إن شاء الله. الأجواء والأعمال اللي يؤديها المؤمنين في هذا اليوم؟ طبعا من الأعمال زيارة أمير المؤمنين وإحياء هذه الليلة وكذلك الغسل وبعض الأعمال المذكورة في مفاتيح الجنان. سماحة السيد، أريد رسالة من يمك نعلم الشباب، للشباب يفهمون شنو هذا اليوم، شنو هذه المناسبة. طبعا مناسبة عظيمة، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لحظات كان أحد الأخوة يناقشنا في هذا الموضوع، قال فأدنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل هذه البعثة أو لا بعد البعثة جعل نبيا. فقلت له لا، أن الله سبحانه وتعالى بشر الأقوام السابقة بني إسرائيل في واليهود والنصارى بأنه سيأتي نبي من بعد موسى وبعد عيسى عليه السلام، كذلك بشر في التوراة والإنجيل، فأنه كان نبيا من قبل، يعني من خلق الله سبحانه. من هذا اليوم طبعا أن يكون نحن في هذا اليوم أن نستبشر بأنه النبي صلى الله عليه وآله بعث رحمة للعالمين. شكرا. الله يحفظكم ان شاء الله. موفقين. ايضا نلتقي باحد المؤمنين. السلام عليكم. لا بعد راح الوقت علينا بعد. احنا دقيقة. ما عندي مجال والله. ما عندي. شكرا. طبعا اليوم هذا العيد عيد المبعث النبوي الشريف هو عيد الأمة الإسلامية جمعاء، وبالتالي اليوم يمثل هذا العيد عيد المبعث النبوي الشريف هو المرحلة التي يصل إليها الإنسان ويكون قادرا على التصرف ليحقق ما أشار إليه القرآن الكريم: اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالتالي هذه الآية هي المفهوم يوم المبعث النبوي الشريف، وبالتالي المؤمنون يحيون بالبهجة والسرور وتوزيع الحلوى هذا اليوم المبارك في مدينة النجف الأشرف قرب ضريح سيدي ومولاي أمير المؤمنين، ويؤدون أعمال هذه الليلة. شكرا. هذه عودة وانتقالة إلى استوديو البث المباشر. سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله ناداك الرحمن، هاك اقرا القرآن احكي ناداك الرحمن، ايه هاك اقرا القرآن، سيدي سيدي يا رسول الله، سيدي جاء وحي الله احكي، سيدي سيدي يا رسول الله، هلا 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 سيدي أيدي جاء وحي الله ناداك الرحمن، هات اقرأ القرآن ناداك الرحمن، إيه هات اقرأ القرآن ناداك الرحمن، إيه هات اقرأ القرآن، سيدي 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 يا رسول الله، إيه سيدي سيدي جاء وحي الله، سيدي 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 يا رسول الله، سيدي سيدي جاء وحي الله ناداك ناداك الرحمن، هاك اقرأ القرآن احكي، ايه هاك اقرأ ناداك ناداك الرحمن، هلا هلا سيدي 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 الله، سيدي صوت الوحي حياك يا بوزجية يا بوزجية، ايه بأشرف اسم ناداك واشرف تحية واشرف، هلا صوت الوحي حياك يا بوزجية، ايه بأشرف اسم ناداك واشرف تحية، ايه اقرب اسم مولاك اقرب اسم مولاك تصبح نبية،
بهالمكرومة خاصك، بهالمكرومة خاصك وبهالهدية، وبهال هاديا هاديا والهادي معناه، هاديا هاديا داعية لله، هاديا هاديا والهادي معناه، هاديا هاديا داعيا لله. يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن، هلا هلا يا سيد الأكوان هاك اقرأ القرآن. سيدي سيدي يا رسول الله هلا صوت 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 سيدي يا رسول الله هلا يا رسول ميخاليف سيدي ناداك الرحمن ايش يحكي ناداك الرحمن ايه هاك اقرا القران احكي ما شاء الله ايه سيدي الى خادم الحسين مولاي الى خادم الحسين ابو علي الناصري طش العرش بس مات طش العرش بس مات طش العرش بس مات كل بسمة آية كل بسمة آية طش العرش بس مات طش العرش بس مات كل بسمة آية جايب لك الآيات جايب لك الآيات وحي الجلالة احكي وحي وتنثرت نجمات وتنثرت نجمات فوق البرايا فوق هلا 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 واندركت الغايات واندركت الغايات يا اسماء يا يا اسماء ناصر ناصر والله يرعى ناصر ناصر نهج دين الله يا صوت الوجدان هاك اقرا القران احكي يا صوت الوجدان هلا هلا هاك اقرا القران سيدي سيدي يا رسول الله هلا هلا سيدي سيدي احكي سيدي 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 شعت قمر ونجوم شعت قمر ونجوم هبت جماله هبت غص النبوة اليوم بصن النبوة اليوم ورد الرسالة ورد الرسالة شعت قمر ونجوم شعت قمر ونجوم هبت جماله احكي هبت غصن النبوة اليوم غصن النبوة اليوم ورد رسالة ورد رسالة وضحى العشق مرسوم ضحى العشق مرسوم عن النبي وآله عن النبي لما انصدر مرسوم لما انصدر مرسوم من الجلالة من الجلالة هاتفا هاتفا في شذا نجوى هاتفا هاتفا يا أمين الله فرحة كل إنسان هاك اقرأ القرآن فرحة كل إنسان هاك اقرأ القرآن دي سيدي يا رسول الله سيدي سيدي يا رسول الله سيدي 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 يا رسول الله سيدي سيدي
سيدي سيدي يا رسول الله. هذه عودة معكم أحبتي المشاهدين، ونحن ننقل لكم ليلة المبعث النبوي الشريف، وهذه هي الزيارة التي ترونها في مرقد سيدي وولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الزائرين من كل مكان يتوافدون إلى هذه البقعة الطاهرة. السلام عليكم خالة. السلام عليكم خالة ورحمة الله وبركاته. حضرتكم من وين جايين؟ من إيران. من إيران إلى هذا المكان، اليوم زيارتكم الزامنت مع هذه الزيارة. جايين للزيارة. شلون أجواء الزيارة شفتوها؟ لا نعمة حلوة. طيبة حلوين انتكلون رائع على قوتي. أكيد هناك مناسك عبادية تحيون هذه المباركة. اي والله اي والله كلها قلت الوفاء. يعني اجيتوا مع العائلة الى هذا؟ اي والله انا مع العائلة انا وبنياتي انا. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم يا بي. حياكم الله. تفضل تفضل ولو زحمة عليك. حياك الله. من وين جاي؟ من أمارة. كل الهلا بأهل العمارة. الله يسلم قلبك. اليوم زيارتكم شو مثل؟ والله نعمة صلوات على محمد. نعم زيارة حلوة وخدمة وزيارة الموتى. أنا هنا خل أقف وياك، دائما ما تزامن يعني زيارة المبعث النبوي مع زيارة الموتى، شنو هالرابطة الموجودة؟ بعد قلبي يحن على الموتى، كلمة على الموتى جاي وزيارة المبعث. كل تباتون بالمقبرة؟ نبات بالمقبرة، راح أروح المقبرة هسه إن شاء الله. الله يسعدك. أي والله كلمة جاي على الموتى كمل. الله يكون. أي والله الله وعلي. الله يكون بعونكم إن شاء الله. مثل ما يعني صراحة هي يعني القلوب حرة على ذويهم الزائرين الكرام عندما يذهبون إلى مقبرة وادي السلام، أكيد أوجاع قلوبهم يفرغون هذا الحزن في هذه الليلة العظيمة. ولكن بالحقيقة لا توجد هناك رواية حقيقة ترتبط مع زيارة المبعث النبوي الشريف، ولكن هو عرف أصبح لدى العراقيين الذين يزورون أمير المؤمنين في ظل هذه المناسبة العظيمة. وكما تشاهدون الزائرين الذين يتوافدون إلى سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام صغارا وكبارا. اليوم نشوف الأطفال اللي أكيد يحضرون إلى الزيارة. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. هنا حبيبي هنا خلي. شلونك؟ الحمد لله. من وين جاي حبيبي؟ ايش على الكاميرا على الكاميرا على الكاميرا؟ من كركوك. منين جاي؟ من كركوك. من كركوك انت والعائلة؟ ايه. اليوم لمن اجا يزور؟ امام العلي. زين. امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام في ظل هذه المناسبة، شنو هاي المناسبة اليوم؟ المبعث النبي. احسنت. شنو يعني المبعث النبوي؟ انبعث النبي واصبح نبيا. اصبح نبيا من بعد. شلون عندما اتى جبرائيل عليه السلام؟ عندما قال له اقرأ، اكيد قرأتها بالابتدائية هذه الآية القرآنية. اقرأ باسم ربك على. حافظها؟ اقرأها امام الكاميرا. اقرأها اقرأناها. اقرأ اسم ربك الأعلى خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم. نعم. الذي خلق احسنت. الذي خلق الانسان من قلم. احسنت احسنت. يعني كما تشاهدون هذه التربية، هذه التربية المحمدية عندما تكون هذه الطفولة ببراءتها بتعليمها العوائل الكريمة التي دائما ما تربي أطفالها أبنائها على حب محمد وآل محمد بكل حيثياتها. وترى تراهم اليوم هم يجسدون هذه التربية ويصيرون عليها ويكبرون عليها. السلام عليكم. سلام. من وين جايين حبيبي؟ من النجف. حياكم الله. بشون هالزيارة أهل النجف معروفين بكرمكم بحفاوتكم باستقبالكم للزوار، شنو كانت تحضيراتكم لظل هذه المناسبة للزوار؟ والله تحضيرات تشوفوا يعني ما مقصرة عتبة والنجف. مواكبكم أهل النجف؟ أهل النجف عديتوها للزوار؟ عديناها بالكاظمية. زين. كل مكان النجف. عاشت يديكم. موفقين إن شاء الله. تعيموا هنا. من وين جايين؟ من النجف. من النجف. اليوم شنو الزيارة؟ امام علي. احسنت. المبعث النبوي. احسنتم. يعني دائما ما يعني تكون هذه اللقاءات بين الصغار والكبار كي يرى المشاهد هذه التربية العلوية، التربية المحمدية، العوائل العراقية دائما ما تربي ابنائها على هذه السيرة وهذه التربية الطاهرة للأهالي لأبنائهم جميعا. وكما تشاهدون أحبتي المشاهدين، السلام عليكم. تفضلون العزيز. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. اليوم نبارك لكم هذا المبعث النبوي الشريف على الكاميرا ولو زحمة عليكم. مبارك إلى جميع الأمة الإسلامية. نعم. ولا إمامنا
عجل الله فرجه الإمام المهدي عجل فرجه وإلى مراجعنا العظام بهذه المناسبة الجديدة. من وين جايين حضرتك؟ احنا من البصرة. حياكم الله. اليوم شلون نشوف المشهد يعني العلوي؟ هذا شيء عظيم يعني، بنشوف الزائرين، بنشوف الناس اللي جاي تهني الإمام علي بالمبعث النبوي الشريف. يعني من البصرة للنجف مسافة طويلة جدا، اليوم أنتم حريصون على زيارة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، شنو مراسيمكم طقوسكم ضمن هذه الليلة؟ طبعا هي الصلاة والأدعية ونهني بعضنا البعض في هذا المبعث النبوي الشريف. من بعد ذلك تذهبون إلى مقبرة الشيخ؟ احنا ضبطنا السير على المقبرة ونجل هنا لأن هو طريقنا للجراج هنا يصير. زين. أي. اليوم الحركة شلون هالسيارات؟ توصل قريبة لكم فايدة؟ يعني ازدحام بس زين، شيء على شيء أحسن. أكو انسيابية؟ أكو انسيابية زين الحمد لله. شوف تقريبا يعني الزيارات في تحسن تقريبا إن شاء الله نشوف. ما جاي تجي جاي نشوف بالأحسن يعني. زين. أي الطرقات يعني جاي تتوسع، الجراجات جاي يحطون أكثر. فالحمد لله والشكر إن شاء الله بالمستقبل. هو أنا اليوم أنتم زوار، شنو مناشداتكم في ظل هذه الزيارات المليونية؟ والله احنا شنو تحتاجون؟ احنا بسم الله ما نحتاج، نجي جاهزين بالنا كلنا كزوار نحتاج بس تسهيل الطريق زيح. ومكانات وقوف السيارات مكانات للمبيت يعني تعرفون يجي بعائلته ولا بيتهم، فهي هذا اللي يحتاج الزائر يعني ان شاء الله. حبيبي توصلهم بالسلامة سالمين غانمين الله يحفظكم ان شاء الله. هذول هم زوار امير المؤمنين، هذول اتباع اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، صراحة ناس بفطرتهم ببساطتهم، هذا الانتماء العلوي، هذا الانتماء المحمدي اللي نشوفه في يعني يعبرون بألسنتهم بمشاعرهم بحبهم لمحمد وآل محمد. هذه صورة حقيقية غير مؤدلجة، صورة تنبع من القلب إلى القلب. المشاهد من أين ما يرى هذه الصورة من خلال هذه عدسة الفرات الفضائية، وأنا نقول لكم مشاعر الناس، مشاعر الزائرين الذين يتوافدون إلى مدينة النجف الأشرف، وهم كذلك حريصون على إداء هذه الزيارة بكل يعني طقوسها ومراسمها من طقوس عبادية ومناسك يعني وأنشطة في ظل هذه المناسبة. السلام عليكم، حياكم الله. تفضلوا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا، حياكم الله. المباركة وإن شاء الله الله يعوضكم إن شاء الله، وتعبتوا ما قصرتوا، وإن شاء الله بيا الشهر هذا يعطيكم الخير والبركة ومجمعي رمضان شهر الطاعة والإيمان، ورحمة الله والديكم. شكرا جزيلا. أبو من عمي حضرتك؟ أبو محمد من أهل السماوة. كل الهلبة. أشكركم وجزاكم الله خير. شون هالسماوة؟ والله زينة ورحمة. اليوم ليلة فرح إن شاء الله، ليلة فرح وزيارة للجميع ومباركة لنا ولكم إن شاء الله. عزيز شنو أمنيتك، شنو دعواتك؟ والله أمنيتنا بالخير للشعب العراقي. زين. نتمنى الخير والتوفيق. الله يحفظك. أي والله. ونشكركم الله. أنا أتحدث اليوم عن الزيارة، زيارة المبعث النبوي الشريف، أكيد تحيونها من خلال مناسك عبادية داخل المرقد العلوي المطهر. أي والله إحنا محتاجين لله وليه، ونزور إن شاء الله، واليوم المبارك وزيارة للجميع، وندعى الله يكون للشعب العراقي يكفي له شر كل مكروه. هو مبعث النبوي الشريف، شنو سبب زيارتك للسيد يوم ولاية أمير المؤمنين؟ اليوم متاع الآخرة. أي والله متاع الآخرة، وتعنينا لي ولموتانا. أمير المؤمنين هو نفس رسول الله. أي النبي أمير المؤمنين إمامنا. أي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، واكيد اوصى به باوصى بامير المؤمنين، اوصى به وقال له ومثله احنا على نهج السيد نمشي. احسنتم، حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. يعني هذه هي الصوره حقيقه احبتي المشاهدين والزائرين الذين يعبرون عن حبهم لانتمائهم لمحمد وآل محمد، صورة حية مباشرة ترونها من خلال الزوار، نرى من كل المحافظات العراقية، من البصرة، من الناصرية، من العمارة، من السماوة، وصولا اليوم أشاهدنا كذلك من كركوك، يعني من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، نرى الكل يتوافد هنا إلى سيدي وولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم شباب. حضرتكم أهلا وسهلا. اليوم الشباب حاضر في هذه المناسبات المباركة. الحمد لله والشكر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أقدم نفسي يعني المبعوث النبوي الشريف، واليوم هي زيارة حلوة يعني الأجواء اليوم من زيارة الإمام الحسين الإمام علي عليه السلام، وندعينا للأمة الإسلامية بهذا المبعوث النبوي الشريف.
اليوم احنا كشريحة الشباب يعني مهم ان تكون هناك رسائل مهمة من الشباب توصل الى الناس الجمعاء اليوم للشباب اللي اكيد لربما تكون الصورة غير يعني غير متكاملة غير واضحة. الثقافة حول المبعث النبوي الشريف لابد انه احنا كشباب نوصل هذه الرسالة الى الناس اجمع. شلون انت تفسر هذه؟ هي طبعا لازم يعني الشاب يكون يصير واعي يعني. نعم. بهذا خاصة بهاي المناسبة يعني فأهل البيت يعني إنه درس وإنه يعني شلون مثل ما نقول يعني مسلك إنه للشباب يعني وخاص الشاب يعني طايش يصير يعني مثل بلهجتنا العامية نقول الشاب طايش لازم يوعى لهذا الشيء يعني اللي جاي يسويه. الشغلة الثانية يعني التمسك بأهل البيت شيء حلو يعني الشاب والصلاة والصوم يعني ما بيش يعني الشاب اليوم من يدخل بهذا الطريق أحسن ما يروح بغير طريق صح لو لا والله يحب يعني يعني الشاب من يتواصل إليه. وأكو شغلة ثانية يعني الشاب يصير عبادته أقوى من يعني الرجال الكبير بالعمر. ليش؟ يعني الشاب مراهق طايش من يطب هذا الطريق صغير يعني صح لو لا فالكبير يعرف إن الشباب فيدخل بهذا الطريق راح يتربع عليه صح لو لا فيعني يعني أتمنى من الشباب توعى لهاي يعني لهذا الشيء وإن شاء الله تمسكون بأهل البيت وبالنبي محمد الفصاله والسلام عليه. من وين جاي؟ يعني من نجف. من هنا حياكم الله كل الهلا بيكم شرفتونا الله يسلمكم شباب حياكم الله. تفضلوا غات تفضلوا عيوني حياكم الله. من وين جاي؟ من البصرة. حياكم الله. اليوم البصرة منورين بالنجف هذه الزيارة المباركة. والله هذه زيارة مباركة فتعتبر من الزيارات الرسمية زيارة رجبية يعني من زيارة مباركة فهي مبعث نبوي فاحنا بركة الإمام علي عليه الصلاة والسلام زين فشوف جمع من الناس والأعداد يعني هاي جاية مو بس من المحافظات جاي شوف حتى من الدول الثانية فبركات الإمام عليه السلام يعني جاي شوف ناس تجي من جميع الدول مو بس من العراق والحمد لله وشكر أمان موجود وكل الخدمات متوفرة. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أدى رسالة مهمة وعلى الناس أن يسيروا على هذه الرسالة. يعني يسيروا يتبعوا هذه الرسالة. اليوم سبب زيارتك إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ والله البركة. البركة. والعهد والولاء. والعهد والولاء. الله يرحمه. جعلكم الله إن شاء الله من الثابتين على ولاية محمد وآل محمد. توصل سالمين غانمين إلى مدينة البصرة كما تشاهدون أيها الأعزاء الأفاضل. زيارة المبعث النبوي الشريف لربما تختلف من عام إلى عام. الأعداد تزداد التغطيات كذلك يعني دائما ما نشاهد لله الحمد الفرات هي يعني القناة السباقة في تغطية هذه المناسبات الدينية وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبارك لكم هذه يعني هذه الليلة العظيمة لمبعث النبي الكريم صلى الله عليه وآله. يعني بالبداية أرحب بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبقناتكم المباركة قناة الفرات الفضائية التي هي تعودنا أن تتواجد في المناسبات كمثل هذه المناسبات سواء الأفراح أو الشهادة كانت بالأمس عند موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه واليوم عند النجف الأشرف وبجوار مرقد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فأسعد الله أيامكم وأسعد الله جميع المشاهدين الأكارم. يعني سؤال يعني تكرر ولكن نأخذه بطريقة أكاديمية. اليوم ما ارتباط زيارة المبعث النبوي الشريف بزيارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ سؤال مهم جدا وعلينا أن نعي هذا السؤال جيدا إنه ما هو ربط المبعث النبوي الذي يرتبط بنبوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي بعث برسالة وما أرسلناك إلا رحم العالمين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإلى آخره. لكن إذا أردنا أن نعرف ما هو الارتباط بين المبعث النبوي وبين زيارة أمير المؤمنين وبين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه علينا أن نرجع إلى القرآن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة النبوية التي بعث بها النبي صلوات الله وسلامه عليه طيلة فترة الرسالة طيلة فترة النبوة وما بلغت فما بلغت رسالته النبي صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن يقول في يوم الغدير إن لم تفعل
فما بلغت كل هذه الرسالة لم تبلغها إن لم تبلغ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نعرف الارتباط بين المبعث النبوي وبين زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن أن نتصور نبوة بدون إمامة، لا يمكن أن نتصور بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبدون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يا علي أنت لحمي ودمي ووصي ووارثي، هذا ما نقرأه في الأدعية، هذا ما نقرأه في دعاء الندبة. دعاء الندبة الذي يقرأ في 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 يوم الجمعة نجد أن هناك ارتباط بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبين النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا ومن هذه القناة المباركة أدعو يعني الزوار الأكارم الذين يتواجدون الآن ويسمعون صوتنا، كذلك المشاهدين الأكارم، أن يتمعنوا جيدا وأن يدققوا جيدا في زيارة أمير المؤمنين في يوم المبعث. هناك زيارة خاصة واردة في مفاتيح الجنان، زيارة أمير المؤمنين في يوم المبعث، سوف تجد الارتباط الوثيق بين نبوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وبين إمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. موفقين، شكرا جزيلا على هذا الإطراء الجميل صراحة. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم، جعلكم الله ان شاء الله من الثابتين على ولاية محمد. امين يا رب العالمين. ولا ننسى ان النبي في اخر حياته وفي حجة الوداع وصى بامير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وما تواجدنا اليوم في مرقد امير المؤمنين بجوار امير المؤمنين في النجف الاجرف وهذه الجموع الغفيرة الا ان نقول يا رسول الله اننا على العهد باقون، ويا رسول الله انت كما وصيت بامير المؤمنين علي بن ابي طالب بلا فصل والامام بعدك يا رسول الله، فنحن على العهد باقون ان شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. شكرا. يعني كما اسلف ضيفي العزيز، في حجه الوداع في السنه الحادية عشر للهجره، حجه الوداع والتي ودع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الأمة الإسلامية بخطبة أسميت بحجة الوداع، والتي ألقى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خطابه الأخير إلى الناس جمعا. أيها الناس، الرسالة التي بلغها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، باعتبار أن هناك آيات إن لم تبلغ فما بلغت رسالته، إذن هي رسالة مهمة على النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ لما عظمة هذه الرسالة ومكانتها عند العرش الإلهي، أن يبلغ بإمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، واللهم عادي من عاداه، واخذل من خذله، وانصر من نصره. وإلى من 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 يوم من حجة الوداع إلى هذا اليوم نرى الجموع المباشرة، كذلك الضيوف الأعزاء الذين وفدوا إلينا من محافظة الديوانية، مراسل الديوانية ليث شكرا جزيلا له، إضافة إلى مكتب النجف الأشرف المتمثل بالحيدر الأسدي، وتحية أيضا طيبة إلى الأخ يحيى المصور الذي يرافقني دائما في تغطية هذه المناسبات الدينية. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية، انتظرونا إن شاء الله في تغطيات ومناسبات دينية أخرى. كان متحدثكم في هذه التغطية السجاد الخاقاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.